استاذ احمد، انا بس يؤسفني ان احنا في القرن الحادي والعشرين وما زلنا بنقول ده علم مجرب، يعني ملوش اي ضوابط. يا لما دكتور تشوف عبشان، مع التاريخ، احترامي انا ليك، ما بقطعكش يا استاذ معلش مصطفى، زي ما انا مش الصحابي بقاطع، جرب الفاتحه وش الصحابي قرأ انا الفاتحه مش بقاطع وقال حضرتك، النبي ولم معلش يثبت ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه قد والسلام. رقى احدا ولا اخذ اي اجره وهو طب بيرقي صحيح، احد صلى الله عليه وسلم، كان بس يرقي اخذ سيدنا الحسن الصحابه، اخذ والحسين. الصحابه. نعم، بس دي ما كانتش رقية ان هي علاج من السحر، ده كانت استعمال للقرآن الكريم عشان خاطر تمام كان في انطلاق في بطنه، ما تمام كانتش صحيح. علاج للسحر. دي حاجة. احنا دلوقتي في القرن الحادي والعشرين، اقول لك يا استاذ احمد، لما نشوف تاريخ الايديولوجيات اللي بيمشي بيها الجنس البشري، في كان تحليل زماني، تحليل اسطوري، كل حاجة يحللها تحليلا اسطوريا، وبعدين فترة طلع حاجة اسمها التحليل الديني، وكان مليء بالخرافات، انا لا اقصد الاديان السليمة الصحيحة، الاديان مفهوم اللي هي طبعا مليئة طبعا. بالخرافات، وطلع دلوقتي التحليل العلمي، فطبيعي ان التحليل الديني والتحليل الاسطوري يعرقل التحليل العلمي، لان ده بيقطع عليهم، لان ده زي ما حضرتك شوف فضلت الشيخ مصطفى يقول لك انا بتقاضى اجر، فده بيقطع عليهم، فلازم هو يعني يستميت في الدفاع ان في سحر. انا بقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، يا جماعه اللي بتعملوا سحر، يا جماعه اللي بتعملوا اعمال، روحوا هاتوا لنا فلوس من البنك المركزي، روحوا هاتوا لنا سد النهضه زي ما حضرتك بتقول، روحوا ابنوا لنا الكباري. لو الدوله دلوقتي بتسعى ان هي تعلم المجتمع، ودول وامثالهم يشاركوا في تجيل المجتمع او تجهيل المجتمع، هذه النهضه من الكباري ومن الطرق ومن العلم في كل مناحي الحياه. اجي اقول دلوقتي ان الاعمال والسحر ويكتب على العرض، كل ده كلام فارغ، يعني يعتمد اولا على ضعف المستفتي، هو جاي مسلم لك نفسه. انا بيجي لي فتاوى يا استاذ احمد، من اغرب ما جاءني، انا بيجي لي بعد ما بيروحوا، بيجي لي واحد بيستفتيني بيقول لي يا فضيله الدكتور انا هقول لك على حاجه، واحد اتصل بي او واحده اتصلت بي قالت له انا ما بنامش وحاسه ان في صراصير على جسمي وحاسه ان في فئران كده بالمنظر وتعبيط، ما بنامش بقى لي 4 5 ايام، وست كبيره عندها 70 سنه. فالولد او الراجل اللي بيستفتيني بيقول لي كده، بيقول لي انا رحت لها، فانا قلت له اه فعلا ده في عمل، واوهمتها ان فيها عمل، واستنيت 3 4 ايام، وبعدين رحت لها قلت لها خلاص انا خلصت لك الموضوع وعندي وتقاضيت اجر، وهو بيقول لي ده حرام ولا حلال؟ طب بقول له طب هي حصل فيها ايه؟ بيقول لي انا ما عملتش اي حاجه ولا اعرف اي حاجه في اي حاجه، ده انا رحت بعد كده قلت له خلاص انا عملت لك المشكله ديت، ان شاء الله من النهارده ما فيش نفسيا جن، يعني هو ما فيش اتعامل جن مع هيجي الموضوع لي. نفسيا بس. قال لي والله يا فضيله الدكتور اتصلت عليا تاني يوم بتقول لي يا استاذ انا متشكره ليك، انا بقالي كام اسبوع ما نمتش نوم عميق زي النهارده. قلت له بالله عليك انت عملت؟ قال لي والله انا ما اعرف حاجه اصلا. فهو اصلا حالات نفسيه. في كمان قصه من التراث، سيدنا الامام القرطبي معروف صاحب الجامع في احكام طبعا. القران، تفسير القرطبي حاجه معروفه طبعا. يعني كان صاحبه الشيخ الشهير الامام القرافي، كان في نفس جيله، الاثنين كانوا عايشين في المنيا على فكره، وراحوا زياره كده للفيوم، وهو مقبور عندنا في المنيا الى الان الشيخ القرطبي يعني، فراحوا زياره للفيوم فلقوا بيت كده شبه مهجور كده، فقالوا نستريح فيه شويه. الخادم عارفهم علماء مشهورين يعني، فقال له يا فضيله الشيخ البيت ده مسكون، البيت ده يعني، فالشيخ القرافي نفسه رحمه الله عليه عالم جهبذ من علماء المالكيه، قال له بس بلاش كلام فاضي فيما معناه يعني، قال له بلاش كلام فاضي، اطلع بس ايه يعني شوف لنا غدوه كده وتعالى احنا هنريح شويه. دخل الامام القرافي هو الامام القرطبي ينام، ففجاه سمع صوت اكرمك الله خروف بيمقمق يعني، فعلى طول اشتغل في دماغه ان ده ايه؟ ان جن. ده جن. صوت من الجن. فطلع على طول الامام القرافي يعني بيترعش، الامام القرافي أيوة بيترعش. طبعا. وطلع الامام القرطبي يمسك الخروف كده ويقول له قل آه الله اذن لكم ام عل... خلاص اتعاملوا مع ان هو جن مفيش فايده يعني. فالامام القرطبي ماسك يقول قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون 3 4 مرات، وفجاه لقوا الراجل اللي هو كان مدخله جايب السكينه، جايب السكينه بيقول لهم هاتوا عشان اتبقى. فالراجل القرافي يقول له ايه ده؟ انت ذبحت ايه؟ قال له فضيلة الإمام ده أنا لقيته واحد بيبيعه بره، فقلت للأئمة يتغدوا بيه، قال له لا جزاك الله خيرا. يعني الموضوع كله حالة يعني نفسية.